السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني إنجازات وطنية، يبث في هذه الحلقة التلفزيونية على قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفتنا لهذه الحلقة شابة من فارسات التغيير، وهي السيدة فادية بني خالد، صاحبة صالون أنجل تاتش في منطقة عبدون الشمالي، وهو أشهر من أن يعرف في هذا القطاع وفي هذه المنطقة. سيدة فادية بني خالد، بداية نرحب فيك ببرنامجنا الوطني ونحكي لك مساء الخير. مساء النور. نعم سيدة فادية، أكيد أنت أشهر من أن تعرفي ككوافيرة لهذا الصالون العريق والمرموق في منطقة العبدون الشمالي. بداية حابين نعرف السادة المشاهدين عن حضرتك، نتحدث عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح هذا الصالون أنجل طبعا. هلا ابتديت حياتي العملية طبعا كبداية أي يعني موظف صغير، يعني تعلمت بالصالونات الخبرة وشوي شوي أخذت في مراكز مثل الفرنسية والأمريكية. نعم. وفتحت صالون في الشرقية لمدة تقريبا 3 سنوات. نعم. بعد 3 سنوات كبرت مشروعي لعبدون، انتقلت لعبدون. جميل. نتحدث عن تأسيس صالون أنجل تاتش، متى تأسس؟ هو صالون حديث كثير، يعني 3 شهور تقريبا. نعم من 3 شهور. نعم. نتحدث عن أبرز خدمات هذا الصالون بشكل عام. بشكل عام يعني خدمات متوفرة بكل الأنواع، من بديكير مانيكير، مساج، تنظيف بشرة، ميك اب، تسريح، بشكل عام يعني. نعم نتحدث عن عدد الكوادر ذات الخبرة ذات الكفاءة. هلا عدد الكفاءات عندنا 8 أشخاص. نعم. منهم شباب وفري 2 و4 صبايا لقسم المحجبة. نتحدث عن المواد الموجودة داخل هذا الصالون. هلا احنا بنعتمد اكثر شيء يعني شركة انزا مشهورة وغنية عن التعريف، اللي هي لتمييز الشعر مثل الكريستال، معالج جدا للشعر، يعني بنعتمدها وزبائننا راضيين عنها كثير. نتحدث عن ابرز انواع القصات والصراعات لهذا العام. تفضل. ابرز القصات الفكرات بكرة، يعني كل شخص حسب شو هو بيحب يفضل، بس نعم. اغلب فكرات اكيد، وايضا حسب رغبة اي اسبوع. يعني السيدة فادية، نتحدث ايضا عن تميز هذا الصالون أنجل تاتش، بماذا يتميز ايضا؟ التميز يعني بشكل خاص عندنا قسم البديكير والمانيكير، عندنا كثير صبية روسية كثير رائعة فيه، في الاكريليك وبناء الاظافر. نعم. في خبيرة في خبيرة طبعا. نعم. اكيد لديكم اجهزة متطورة وحديثة. اكيد طبعا. نتحدث عن التعقيم كاملة، يعني الادوات تكون 100% معقمة للبديكير والمانيكير. نعم. عندنا يعني جميع المعدات اللي بتتطلب لهذا الموضوع. اكيد طبعا. جميل جميل. يعني كخبرتك وردت الباعة الطويلة سيدة فادية بن خالد، كيف ترى تطور هذا القطاع قطاع الصالونات في الاردن؟ هو في تطور كبير وبتقدر تحكي بطريقة سريعة. نعم. حتى اتجاه الشباب كدكتور للميول لهذا الامور بشكل رائع، من نعم. عمر صغير عم ببلشوا يتعلموا وعم يطلع منهم مهارات رائعة. يعني يوجد خبرات مثل حضرتك. ما شاء الله. آه. نعم اكيد. انا بضم صوتي الى صوتك. ايضا نتحدث عن طموحات السيده فاديه، اكيد لك طموحات ورؤيه مستقبليه لهذا الصالون. اكيد يعني طموحاتي النجاح ان شاء الله والتوفيق باذن الله. ان شاء الله. ونكبر مشروعنا. اكيد بتمنى يعني لك التوفيق والنجاح. اكيد. الشهره من اين جاءت لصالون أنجل تاتش السيده فاديه؟ الشهره جاءت عن طريق انه كادر متكامل، شباب ماهرين يعني بشغلهم بامهر، عم بيرضوا الزبون شو حسب الزبون شو حابب. نعم. يعني الكوادر الموجوده داخل الصالون طبعا متكامل، الكادر بيلعب دور كبير. نعم. والسوشيال ميديا برضه بتلعب دور في اكيد اكيد اكيد. يعني سيده فاديه، رسالتك الان لجيل السيدات الخريجين من جديد، كيف اي سيده بدها تفتح صالون بدها تنجح في هذا الصالون؟ حتى تنجح بدها وقت طويل، ما تدخل فيه في البدايات، تتدرب كثير، تدخل في مجالات الصالونات كثير. نعم. بعدين تفكر انها تفتح المشروع، اذا فتحته في البدايات ما بنصح. يعني هذه نصيحتك لجيل طبعا السيدات. التدريب اهم شيء في حياتنا، الممارسه، ممارسه العمل اول قبل المشروع. اكيد هي اهم شيء. اكيد من صار على الدرب الوصل يكون مجتهد نصيب. سيده فاديه، حابين ان احدد للساده المشاهدين موقع صالون أنجل تاتش، واكيد لديكم صفحه على الفيسبوك والويب سايت، حابين نذكرها عبر الشاشه للتواصل من اي مشاهد بيحضر هذه الحلقه. طبعا هي عبدون الشمالي شارع علي سيدو الكردي. نعم. أنجل تاتش صفحه الفيس. اوكي. نعم اكيد ارقام الهواتف تظهر على الشاشه عند زميلك في عده ميدان محمد الصفحه. السيده فادي، قبل نهايه هذا البرنامج يعني لو تقابلتي اكيد مع جلاله الملكه رانيا عبد الله،
اكيد فيدل هذه ايضا من القياده الحكيمه اكيد، واكيد لها نشاطات كبرى اللي هي القطاع التعليمي. شو بتحب تحكي لها عبر هذه الشاشه؟ بحب اشكرها لدعمها للسيدات بشكل خاص ودعمها مشاريع كبيره بتساعد السيدات والتمويلات. نعم اكيد الله يعطيها العافيه وجهودها مشكوره، ولا دينا مثل امن المنهج الدول العربيه دون استثناء، لا مجدى استقرار مجدى الاستثناء. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لسعادة السيدة فادية بني خالد صاحبة صالون أنجل تاتش في منطقة عبدون الشمالي، وهو أشهر من أن يعرف في هذا القطاع وله الباع الطويل. لكل سيدة بتحب تزور هذا الصالون، أرقام الهواتف ستظهر على الشاشة لزميلنا في وحدة المونتاج محمد بصفحة. أتمنى لك التوفيق والنجاح وشكرا لدعمك لهذا البرنامج الوطني.